لمحة سحاب وجود ودقها كل نعمة تعرض لها في عرض كل عبادة وشم برقها من قرب من كل قربة وأحمق من يرجو بغير تعرض ويستقبع الآمال من غير كلفة فلا شيء للإنسان إلا إذا سعى وعن سعيه يجزى بأوفى وفية ولا يدخل الأبواب إلا فتن غدا وأمسى بإلحاح ملازم عتبتي ولا عمل إلا بقصد وإنما لكل امرئ ما كان في عقد نيتي إذا طاب قصد المرء طابت فعاله وإلا فإن الخبث أصل الخبيثة وإن حلت الأعمال حلت ثمارها ونيطت بها الآمال في كل ملة ومن يرد الدنيا ويحرث لحرثها يدق لذة منها بأعظم ذلة ومن يرد الأخرى ويسعى بسعيها ينل كل مأمول وأنعم جنتي وقدر الفتى ما كان فيه وفضله على حسب استكمال كل فضيلة وما شرف الإنسان إلا بنفسه إذا اكتسبت من كل حال شريفة وما المرء في دنياه إلا ابن دينه ولا نفع إلا فيه يوم القيامة ومن جد في الأفعال ساد على الورى وما ينفع الأدنى علو الأبوة وما مجد أهل المجد إلا بجدهم وإلا فما مجد ينال بجيعتي وما فخر أهل الجود إلا بجودهم وإلا فما للمرء فخر بطينتي وما نسب إلا سيقطع حبله سوى نسب التقوى أعز تقيتي وما سبب يبقى سوى سبب الهدى وما العزة الكعساء غير الفتوة ومن لم يكن ثوب عليه من التقى فعارب وإن ألبسته ألف حلة وكل الورى لله عبد وإنما يقدر قدر العبد في قدر خدمتي وما الموت بعد العيش إلا ليبتلى الورى أيهم خير وأحسن سيرتي ومن نصب شق النصيب وقدره على قدره فانصبت صد كل بنيتي وما كل من يهوى المعالي ينالها ولم يرتكب في قصدها كل شقتي فلا بد قبل الوصل من ألم النوى ولا بد دون الشهد من سم نسعتي إذا المرء لم يصبر على مرة الدواء سيصبر مضطرا على طول علتي ومن يك ذا صبر على شرب جرعة سيحمد عقب الصبر في كل صحتي
ومن يغضب العيش الدني فإنه سيغرق في كل الأمور الدنية. ألا إن أبكار المعالي مهورها النفوس وفيها رخص كل كلمة. ولا ترتقي في الناس إلا بكفئها فتنهمه يعلو على كل رتبة. له همة تسمو إلى كل ما سنى ولا يرتقي بالعود دون الغنيمة. وما قصبات السبق إلا لمن غدا بكل اجتهاد طالبا كل رفعة. ولا يبلغ الغايات في المجد والعلا سوى من له في المجد أقرب نسبتي. فلله رب الحمد في كل حالة على كل حال في رخاء وشدتي. وأزكى صلاة ثم أزكى تحية على خير مبعوث بأكرم ملتي. محمد المختار من خير عنصر وآل وأصحاب وأتباع شرعتي. والحمد لله رب العالمين. ونسمع من أبي محمد تعليقا على القصيدة وعلى الملقي.